مرحبا بكم في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، وما تنسوش تضغطوا لي على زر الجرس مع تفعيله لكي يصلكم الجديد، وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تسعدني بزاف بزاف وتفرحني. ومرحبا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي، وشكرا جزيلا على دعمكم لي. داد حول الفم هي عبارة عن بقع داكنة تشبه الكلف متواجدة حول محيط الفم. هذا الإسوداد طبعا عنده أسباب، لازم نحكو الأسباب تاعو باش نحكو على الحلول. والحلول جبت لكم وصفتين طبيعيتين كنت داوم عليهم إن شاء الله تتخلصون من هذا الإسوداد. هذا المشكلة هي أنه عدم وضع واقي شمس أثناء الخروج مثلا، أو نوع رخيص، يعني لازم تحطوا واقي الشمس مليح يحميكم البشرة من الأشعة ما فوق البنفسجية. كذلك السبب يمكن يكون في مشاكل في الجهاز الهضمي أو السموم في الجسم. كذلك عدم تنظيف البشرة وعدم تقشيرها، التقشير ضروري ضروري للبشرة للجلد باش تنحو الخلايا الميتة. كذلك عدم ترطيبها، ضروري ترطبوا البشرة بطريقة صحيحة. وكذلك أحيانا وضع مكياج رخيص ماشي بروفيسيونيل، يعني يمكن يعمل لكم هذيك البقع والتصبغات، أو يكون بيغيمي يعني فاقد الصلاحية. اشروا المكياج من محل يكون ثقة ويكون الصلاحية تاعو مازالها بعيدة. والمكياج ضروري أنكم كي تفتحوا العلبة تاع المكياج أو الغوجالات أو أي حاجة فيها ميك اب بعد 6 شهور ترموها، ما تخلوهاش عندكم أكثر من 6 أشهر، لأنها من بعد راح تولي فاقدة للصلاحية وتعطيكم أضرار تنعكس على البشرة تاعكم. كذلك تجنبوا حك المنطقة بالأصابع والأظافر، هكذا زيدوا تهيجوا الجلد وزيد تخلق وتتوسع التصبغات أكثر. اليوم جبت لكم وصفتين طبيعيتين، نبدأ الآن بالوصفة الأولى إن شاء الله لو كان تداوموا عليها تعطيكم نتيجة مرضية. أولا عندنا زيت النعناع، زيت النعناع هذا، زيت النعناع يقوم بتفتيح البشرة ويزيل البقع وينظف الوجه ويزيل العيوب البشرة وينظفها، وكذلك له فوائد عديدة. عندنا ثانيا العسل، العسل راح يخلص لي بصح نزيد نجيب العسل. يقوم العسل بتبييض البشرة ويزيل البكتيريا منها، ويجب أن يكون عسل حر لأنه يعالج جفاف الجلد ويزيل الإسوداد وله فوائد عديدة. كذلك عندنا القهوة المطحونة، هذه أي نوع قهوة في البيت عندك، المهم ليست نسكافيه. هي تقوم بتقشير البشرة وتعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة في الجلد، وتخلص البشرة من الخلايا الميتة. هي تخلصك من الإسوداد الموجود في جميع مناطق الجسم العالقة. رائعة القهوة. نبدأ بطريقة التحضير. نأخذ ملعقة صغيرة من القهوة هكذا، أنا نعطيكم الوصفة وأنتم نضعفن الكمية. نزيد لها كذلك ملعقة صغيرة من زيت النعناع هكذا هكذا هكذا، نزيد لها العسل هكذا، خلطي كمية هكذا. أنا عطيتكم كمية صغيرة ولا كنا مضاعفات الكمية، أنا عطيتكم الوصفة يعني. طريقة الاستعمال، تاخذي كمية من هذا المسحوق هذا تدهنيها على المنطقة حول الفم وتفركيه فرك دائري كأنك تعملي قماش تقشير لمدة 10 دقائق، ثم تتركيه نصف ساعة كاملة، ومن بعد تغسليه بماء دافئ فاتر يعني، وترطبي المنطقة بالمرطب اليومي. هذه الوصفة الأولى. الآن زيدوا انتقلوا الوصفة الثانية. الوصفة الثانية عندنا ملعقة ونصف نشا كورن فلاور، نشاء الذرة المايسينا. عندنا كذلك ملعقة صغيرة زيت جنين القمح، أو ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو، أو ملعقة صغيرة زيت الورد، اختاري أحد هذه الزيوت. وعندنا 3 ملاعق صغيرة لعصير الليمون القارص، 1 2 3. اختاري احد هذه الزيوت، اعطيتكم الحلول يعني واحدة منهم اختاروها، ملعقة صغيرة
هكذا هكذا نخلط جيدا حتى نتعسل على كريم. نقدروا نزيدوا عصير ليمون باش تتجانس لنا الخلطه هكذا. نطبقها على منطقة حول الفم مدة 20 دقيقة، وبعد ذلك نغسلها بماء دافئ فاتر يعني، ونرطب المنطقة. وممنوع نضع مرطبات معطرة عطرية. هذه هي الوصفتين يا حبيباتي، نتمنى تكون عجبتكم. طبقوهم وجربوهم، إن شاء الله تعطيكم فعالية رائعة، خصوصا المداومة. الوصفات الطبيعية تحب المداومة، وما تنسوش التقشير، لأنه التقشير راح يعني يكون عنده فعالية كبيرة في إزالة الجلد الميت من الجسم والبشرة. شكرا حبيباتي على الدعم، شكرا على الثقة، شكرا على الانضمام إلى قناتي، وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم. صحة فطوركم وإلى اللقاء.